عروب من سوريا حمص. محمد عثمان صلاح من بعلبك. رام الباشا من سوريا. بس عطايا من البقاع. اسمي غايل من الجنوب. بتور رفعت العامر من سوريا. اسمي ران من الهرمل. حسن من سوريا. احمد فخر الدين من لبنان. حسن خضر الجاهر من الهرمل. جيت على هالدورة حتى أتعلم الدهان واستفدت كتير فيها. جيت لاستفيد من هالدورة عشان لا سمح الله ما صح لنا فرص عمل، يكون في بإيدنا مهنة نشتغل فيها. جاي على هالدورة مشان أتعلم مهنة حلوة. وهي الدورة كتير ممكن تفيدنا بحياتنا حتى لو نحن بنات يعني. طارش مهنة كتير حلوة وبتفيدنا بالمستقبل. تعلمنا هون كل أساسيات الطارش. كتير انبسطت، تجربة كتير حلوة. ونحن بنشكر هالمؤسسة الحلوة اللي عم تدعم هالطلاب اللي قاعدين بس ليتعلموا.